كان يدخل عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كان يدخله في مجلس الشورى، كان يدخله في مجلس الشورى مع يعني أشياخ بدر، حتى وجد بعض أشياخ بدر يعني في نفسه شيئا، فأراد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يعلمهم أنه ما أدخله إلا لعلمه، لأنه حظي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وأثبت لأشياخ بدر أنه على كفاءة وعنده القدرة حتى يجلس مع أشياخ بدر لما سألهم عن تأويل إذا جاء نصر الله والفتح، فلم يجبه أحد بالجواب الذي يرتضيه أمير المؤمنين، ثم سأل ابن عباس فأجابه بالجواب الصحيح. فهذه المسائل ما يتكلم فيها أي إنسان، لذلك أترك المجال لشيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الأحداث التي تمود وتدور من حولنا أحداث سريعة لابد من الوقوف مع وقفات، وإلا فالدروس كثيرة وعظيمة، والكل مدعو أن يدعو ربه أن يجعل صمته فكرة ونطقه ذكرة ونظره عبرة، يقف متأملا متدبرا لطبيعة الأحداث، ويحاول ضبط النفس والدنيا من حوله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولى هذه الدروس الانتقال الواسعة والسريعة من حدث إلى حدث، الأول تراه ضخما وكبيرا، ثم يأتي الثاني يرقق الأول، وقد لا تستطيع أخذ النفس فضلا عن تكوين رأي ومسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. الأحداث تتغير كثيرا، الوقفات بين أن تدلي برأي وقد ترجع عنه غدا، وكل ذلك مستوعب. وكان الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه يقول: ها أنا ذا أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. هذا ليس لتذبذب وتردد لقلة فقه أو قلة علم، لا، هذا الباعي في دين الله وعظيم فقه في شرع الله ورع وتقوى. والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. سمعنا عن أحداث وتقسيم السودان، حدث تونس، أحداث الكنيسة وتداعيات الأمر، الهجوم الشرس على الدعوة وعلى الدعاء، ثم بعد ذلك أحداث مصر، التظاهرة يوم 25 من يناير، مطالبات وخروج شباب واجتماع شباب على الفيسبوك، كل ذلك لابد أن تضع نصب عينيك حتى تخلص بفائدة. مطالبات وتنازلات في المقابل وإصرار على الموقف من قبل هؤلاء الشباب، أحداث متسارعة جدا. والدنيا كنا فيما مضى نقول أشبه بقرية صغيرة نتيجة التطور العصري، ثم صارت أشبه بحجرة صغيرة، ثم صارت اليوم أشبه بجهاز صغير، بمعنى في اليوم الواحد تسمع عشرات الأحداث، عشرات الأحداث، وتحتاج لأن تتواكب مع أو حتى يتواكب البعض مع هذه الأحداث. الكل يتساءل من هنا ومن هناك، ماذا نفعل مع الحدث الأول، ماذا نقول وماذا نفعل، ولابد من تجاوب، وما تكاد كما ذكرنا تدلي برأي إلا ويأتي الحدث الثاني. فالأحداث متسارعة جدا، ولابد أن نرتفع لمستوى هذه الأحداث يعني علما وعملا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وكل إناء بما فيه ينضح، بمعنى سنسمع
تحليلات من هنا ومن هناك، والتحليلات أيضا يعني من أقصى اليمين لما لأقصى اليسار، بل حتى سبل العلاج تتفاوت، والناس وخصوصا إذا ما نصب البعض من نفسه طبيبا أحيانا يستسغ ذلك. ولكن لو تكلم في دين الله تبارك وتعالى قد تقوم الدنيا ولا تقعد، وأحيانا يتهمون من ينتحل صفة منقبة ويطالبون بإلغاء النقاب. لماذا؟ لأن البعض انتحل صفة منقبة، ما الكل اليوم بينتحل صفة المفتي، صفة الطبيب، بيضع روشتة للأمة، هذا هو الداء وهذا هو الدواء. الملحد والشيوعي والديمقراطي والليبرالي والعلماني الكل وكأنه صار طبيبا، حتى عندما ينتقصون شيوخ الفضائيات وأن الفضائيات بتقذف علينا كل يوم عشرات الفتاوى، ما واقع الأمر، واقع الأمر. وطبعا الحق أبلد والباطل لدلد، ستجد الراقصة اليوم بتفتي، ده واقع الأمر. الشيوعي الملحد، ما هو الكل بيفتي. اليهودي، ما هو الكل بيفتي، ما هو ده كله فتاوى. وانت عندما تضع رشدة للأمة أليست هذه فتوى؟ ان الديمقراطية هي الحل، فتوى، بل فتوى كبيرة جدا، ضخمة جدا، اثر ده مسألة منهجية، مسألة منهجية. فالحاصل الكل بيفتي، ده واقع الأمر. أنا وأنت وفي البيت وكل واحد في محيطه، أنت على قدر أسرتك، أنت المفتي الكبير، الكل مفتي. ولكن أحيانا يعتبون، فواقع الأمر كما ذكرنا أن المسألة حتتفاوت، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأحداث تجد البعض مثلا حتى التي تحدث عندنا، وإلا فنحتاج لأيام وليالي نتكلم عن حدث السودان وغير السودان والأمة المرشحة لنوع من التقسيم والتفتيت، ليس فقط السودان ومن قبل العراق وأفغانستان، لا، مصر مرشحة أيضا للتقسيم، السعودية مرشحة للتقسيم، المغرب، اليمن، لبنان، دول المنطقة كلها مرشحة، مخططات. وأنت تقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، يوم أكل الثور الأبيض. فالبعض لما ننتقل لحدث مصر وهو الحدث الراهن والكل منشغل بما يحدث في بلدي هنا، تجد أيضا تحليلات أن تزوير انتخابات مجلس الشعب هي سبب في هذه التظاهرة، الفساد السياسي، انتقاص الديمقراطية والحريات هي السبب. الشباب عندما يعبر يطلب حرية، يطلب كرامة، يطلب عزة، انظر، وهذا هو العلاج لروشيتا، مرض، داء ودواء، داء ودواء. وأنت لا تستبعد أبدا، لا تستبعد أبدا، ولابد من تحكيم لشرع الله في حياتنا الخاصة والعامة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا أستبعد أن قتل رجل مسلم قد يكون سببا لدمار البلاد والعباد، ما تستبعد ذلك. هل سمعت هذا التحليل أو هذا التعليم من أحد؟ لن تسمعه من جموع البشر، ومع الصخب والضجيج وتسوير الانتخابات، ولابد من تعيين نائب لرئيس الجمهورية وكأن هذا هو العلاج، والخلل كان كامن في عدم انتخاب الرجل الذي يعاني الجوع، ومال ومال نائب رئيس للجمهورية، ولا مال ومال تزوير انتخابات مجلس الشعب. يعني الحاصل طيوره على أشكالها تقع، طيوره على أشكالها تقع. وإلا فأنا لا أستبعد أبدا، لا أستبعد أبدا قتل رجل مسلم أن يكون سببا في دمار البلاد والعباد. اقرأ إن شئت قصة صاحب ياسين، الرجل الأعزل المغمور الذي لا يؤبه له ولا لأمثالي. من هو، ما اسمه وما رسمه، لا ندري والله، لا ندري. قام يعبد الدنيا بدين الله، قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أخذوه وقتلوه،
ما الذي حدث بعد ذلك؟ تأملت وتدبرت، اقرأ كثيرا ومنهج واحفظ وتلذذ، ولكن لابد من وقفات. لو استطعت لا أن تقرأ السطور كلمة كلمة، لا، لو استطعت أن تقرأ ما بين السطور افعل افعل. بعد مصرع صاحب ياسين يقول سبحانه: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هلكت القوم. حدثت بعد مصرع من؟ لا بعد مصرع المرسلين، بعد مصرع صاحب ياسين، رجل له قدر والله، تقي نقي خفي، يخفى أمره على أهل الأرض ويعرف في أهل السماء، إذا ما قتل ظلما يكون سببا في دمار البلاد والعباد. لا تستبعد، لا تستبعد، هذا قول ربك. يقول: وما أنزلنا على قوم، انظر للألفاظ، من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فقتل رجل مسلم قد يكون سببا لدمار البلاد ككل. أي والله. وعلى مستوى الفرد قالوا: للظالم قاتل لا يموت، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الدعاء وأنتم والخلق لربما توجسوا، بل حتى لو كل البعض ادعوا الله وكأنك تضيعوا، وإلا فهو دعا ولم يرى استجابة، والناس بتدعو في رمضان وفي الحرم، والبعض قد يتساءل أين إجابة الدعوات وأين النتيجة. لا، قد تجد النتائج كما تشاهد الآن بالحتم واللزوم، تدعو وتجد النتيجة في التو واللحظة، لا تحجر واسعة، قد يعجل الإجابة وقد تؤجل، وقد يستدفع عنك من الشر والسوء بمثله، وقد تكون دعوة رجل صالح مظلوم سبب في استمطار البلاء على البلاد وعلى العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انظر، يرفع ربنا دون الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. أمة قد تدمر بدعوة، قد تدمر بدعوة ولا تستبعد ذلك. يقول سبحانه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. لما أذن لهم في الدعاء على من ظلم خاب كل جبار عنيد. فهل تستبعد ما يحدث الآن وما يدور أن يكون بسبب دعوة رجل صالح ظلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان. العلماء يقولون: لو أقيمت الجنة على حجر من ظل لكان ذلك يؤذن بخرابه. وكان عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وعلي بن أبي طالب لما سئل كم ما بين السماء والأرض قال: دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. ورابعة لما سمعت عاصم الملي يقول: من أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له، قالت: متى تنتهي عن قولك هذا ومتى أغلق بابه دونك. ولذلك قالوا: لا تسل بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. لا استبعد في ثنايا التحليلات، والبعض يعتبر نفسه سياسي ونحو ذلك، والمحلل الكبير والأستاذ والمفكر العظيم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بحاجة للعودة للكتاب والسنة، وإلا فهل تستبعد البغي والمكر ونكث العهود أن تكون هي السبب؟ أبو بكر يقول: ثلاث من كنا فيه كنا عليه، المكر
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والبغي إنما بغيكم على أنفسكم. والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. أنا يعجبني كثيرا مصطلح الأولاد الصغار، تأمل وتدبر فطرة الولد الصغير لما يشتم يقول لك اللي بيشتم بيشتم نفسه، تعبير دارج على ألسنة الصغار، اللي بيشتم بيشتم نفسه، وأنت بدورك تقول اللي بيظلم يظلم نفسه، واللي بيمكر بيمكر على نفسه. ومن يبغي فعلى الباغي تدور الدوائر قبل أن يلحقك أنت، بغي ومؤامرة والخطة الجهنمية ومكر وأداه لك. لا والله هذا إنسان يبطش بنفسه، يمكر بنفسه. على الباغي تدور الدوائر، من سل سيف البغي قتل به، قتل به أول من يقتل به هو. وبالتالي فالانحراف عن منهج الله ده حسبة، وكأنهم أسقطوها، أسقطوه من العد والحساب، تظاهرات وغير تظاهرات، مسألة وكأنها لا تقبل العد. لماذا؟ صد عن سبيل الله، إضاعة شرع ودين، تحليل الفاسقة والفاجرة والحط من شأن الصالحين، هذا من أشنع الظلم، من أشنع الظلم. فالمسألة لا تقتصر على تزوير مجلس الشعب ونحو تحليلات سياسية ونفسر الماء بعد العسر بالماء، لا هذا لا يصح، وتقديم وتأخير في غير موضعه، ولا نهون أبدا من قيمة جوع وغير جوع ونحو ذلك من المسائل، ما نهون أبدا من شأن هذه القضايا، ولكن تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وربنا جعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. الأحداث لما تقرأ وتطالع حتجد البعض وكأنه كلما سلك مسلكا أرجر جرت الخلق خلفه، حجر واسعة، حجر واسعة. ولابد أن تخرج التقسيمات وتمييزات من جيبه الخاص، احذر، احذروا. يعني الحدث طبعا صاخب والكل مشدود مع التظاهرات ونتائج التظاهرات، ولكن لابد من استصحاب للسنن الشرعية والسنن الكونية. وهذه الدعوة المباركة التي تتشرفون بالانتساب لها دعوة والله الحمد والمنة، لو قلت ولا أغالي لا أحب المزايدة، أبرك دعوة، لا أقول في بلطين لا أو في مصر، أبرك دعوة وأكبر دعوة على وجه الأرض، على وجه، وأنا أعلم وأدري ما أقول، وأكبر دعوة على وجه الأرض. انظر لو ارتحلت هنا أو هناك، وبعيدا عن الكلام، وإلا فالكلام والإعلام سهل يسير، أمسك أنا ميكروفون وأقول المرشد وأقول كذا وأقول كل ذلك، من الأشياء السهلة اليسيرة جدا، وفي ربع ساعة تتم هذه المعاني، أشياء سهلة. ولكن الواقع على الأرض يقول ودعوة والله الحمد والمنة، لما انتهدنا منهج الأنبياء والمرسلين وقلنا للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكانت هذه البداية وما زالت حتى يومنا هذا الاسم والرسم والشكل والكلام وكأنه لا يتغير، دعوة كما ذكرنا بتعود مثل ما كان عليه الأنبياء من قبل، وكلهم كان يعبد الدنيا بدين الله، يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واليوم لما تسمع أحيانا مزايدات وكأن التظاهرات هي الخيار الوحيد، انظر التعبيرات تسمعها كثيرا، الحل الوحيد، الحل الوحيد، هذا لو رجعتم بالذاكرة لا أقول إلى وراء سنوات، لا، كل واحد يسلك خطا. السلام خيار استراتيجي مع اليهود، خيار استراتيجي، ما الذي قال ذلك؟ الانتفاضة هي الخيار الوحيد، انظر أطفال الحجارة
نحن لا نحقر من شأن والله مسألة، ولكن أحيانا البعض يحجر الواسع. لماذا اعتبرته الوحيد والأوحد والخيار الاستراتيجي؟ والله لو وسعت الشريعة واسع لا داعي للتقييد، وخصوصا إذا من جر من وراء هذه الحسبة حسبة أخرى حسبة أخرى. صار الشجاع مثلا من يخرج في التظاهرة، ومن امتنع إنسان جبان، إنسان خائف، إنسان بيخذل الجمع. والله هذه المسألة تحتاج الأخرى إلى وقفة دروس كثيرة، وحديثة كما ذكرنا لابد من الوقوف عندها. والرد سهل بسيط جدا لما تتابع أنت أحوال الأنبياء والمرسلين، من أصدق الخلق لهجة، من أنفع البشر للبشر. شوف أسئلة بسيطة، وخصوصا مع انتحال الشعارات والهتافات ونحو ذلك. من الذي سار في طريق يؤدي للصلاح والإصلاح بحق وبصدق بعيدا عن الشعارات والهتافات؟ كل الأنبياء ده ربنا اصطفاهم لدعوة البشر، هم الأسوة، هم القدوة والقادة للبشرية. ما هي دعوتهم؟ تأملتم وتدبرتم ما الذي قالوه للبشر؟ ما الذي قالوه للبشر؟ وقفوا موقف الجبن، ما الذي انجر عليه من وراء دعواتهم؟ تأملتم؟ حاول أن تتدبر وتتأمل، وإلا ففي وقت الفتنة أحيانا تموج المشاعر وتضطرب بالأقوال والأفعال، وكأننا لم نقرأ شيئا ولم نتعلم شيئا من دين الله، وهذه مشكلة، هذه مأساة، هذه مأساة، وهذه من طبيعة الفتن، من طبائع الفتن. قد لا أعتب عليك، وإلا فالزبير بن العوام رضوان الله عليه يوم الجمل قال: ما رأيت شيخا أضيع مني، وما وقفت موقفا إلا وأنا أعرف موضع قدمي، إلا هذا الموقف، إلا هذا الموقف. وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأحد العشرة المبشرة بالجنة، وقال: ما أراني إلا قاتل أو مقتول، إلا قاتل أو مقتول. بل أم المؤمنين عائشة فقيهة النساء رضوان الله عليها لما خرجت يوم الجمل وخرجت للصلح، لم تخارج لكي تشارك فريقا على فريق الألهاب، يوم الجمل خرجت للصلح نية من أطيب النوايا. لما نبحتها كلاب الحوأب تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كنا من تنبعها كلاب الحوأب. ما الذي فعلته؟ كانت تبكي، رجعت لتويها، وكانت تبكي حتى تبل خمارها رضوان الله عليه، وكانت تكثر العتق بسبب هذا الخروج. لما تتأمل تقول: سبحان الله، دي خرجت للصلح بين الخلق، لما خرجت للصلح ونبحتها الكلاب في فتنة كهذه كانت تبكي. انظر لخروجها هذا، وكأن الأرفق بها والأولى بها عدم الخروج، عدم الخروج. طبع الفتن سعد بن أبي وقاص قيل له رضوان الله عليه: ألا تقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدونها فتنة، وأنتم قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدونها فتنة. فالخفة والطيش تحتمل قدر من التريث. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات، لكثرة الشبهات. والله الأمر استبان سارع، لا تتوانى، ولكن المسألة فيها نظر، حول أن تتثبت. أنا لا أقصد حدث تظاهرة أو غير تظاهرة، لا أبدا، بصفة عامة، وإلا ده كل يوم أحداث، لا أقول حدث، ده كل يوم أحداث، فلابد من بصيرة. وقل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قالوا: إذا ثارت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها. تدبر الأقوال التي قيلت في الفتن، عجز الحكماء عن حسمها. وحكى الزهري
قال ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فقضوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوا منزلة أهل الجاهلية. ده انظر، ده هذا على تأويل القرآن مش على تأويل الديمقراطية ولا الليبرالية ولا كذا، لا أبدا، على تأويل القرآن. قال أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية، وأن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية. الأمر يستدعي كما ذكرنا بصر وبصيرة، لا داعي للخفة، لا داعي للطيش، لا يكون أن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. تعالوا علل المسألة، تلو المسألة، المسألة ما هي دعوة الأنبياء والمرسلين؟ دعوة تعبيد الدنيا بدين الله. نبي الله شعيب خطيب الأنبياء بعدما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ونهى عن تطفيف المكيال والميزان، قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالصلاح والإصلاح كم في دين الله، لا أقول واهم، مجرم من يظن أن الإصلاح والإصلاح بقى في الليبرالية والعلمانية والشيوعية والديمقراطية، لا ده لا يقبل لا منه ولا من غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. فأنت لما تنظر كما ذكر في دعوة نبي الله نوح وموسى وعيسى ومن لدن آدم حتى يرث الله الأرض ومن علي، كل نبي كان يعبد أمته بدين الله. لما تجد الخلق اجتمعوا على كلمات، بل حتى النوايا غير موجودة، والله إذا أنت تحسن كثيرا لو صوبت حتى النوايا، قلت لهم يعني عملكم وقوفكم يكون في سبيل الله، يكون ممكن البعض في سبيل الوطنية والقومية وعشان نشر الديمقراطية وللحريات وإيش اليورا مكانه وإيش عصبية، مأساة من البداية لما للنهاية، لما للنهاية صوبوا دلوا على خير كفاعل، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هات عينة، هات ألف واحد متظاهر وسأله ما هي نيتكم في هذا الفعل، والله لو اكتشفت واحد يقول ربي الله والإسلام ديني وأنا أبتغي مرضات الله وفي سبيل الله، تقول شيء طيب جدا، اكتشفت واحد، اكتشفت مشكلة، مشكلة المعاني البدهية غائبة غائبة، وبالتالي أن تصوب أن توضح المفاهيم للخلق. لأنا لا أقول الأمن من معالم الفتنة عدم التظاهر بأي شيء إسلامي، عدم التظاهر بأي شيء إسلامي، بل كثرة حتى تكتم شعائر إسلامها ودينها. قد تقول والله لا بأس، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة يقول احصوا لي كل من تلفظ بالإسلام، فقلنا أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700، يقول حذيفة فابتلينا حتى ما جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. فتجد نفسك وأنت واقف حتشاهد من يرقص ومن يغني واتحاد الهلال مع الصليب، ومآسي مآسي مآسي، يعني تحتاج إلى نظر،
تحتاج إلى تصويب، تحتاج إلى تصويب. وإلا فالمشهد لما يكون على مثل تجد الليبرالي والعلماني بيجهر بعلمانيته، وأنت لا تستطيع أن تظهر شعائر إسلامك ودينك، ما الذي فرض عليك ذلك؟ وخصوصا أن البعض يأبى إلا أن يجرجر الخلق، يتقدم ثم لابد أن تنسق أنت خلف، لابد. حسبة تحتاج إلى نظر، تحتاج العلماء ساد والفقهاء قاد ومجالستهم زيادة، والواحد ينأى بنفسه كما ذكرنا، وإلا فأعمال وأقوال وأفعال لا يقبل فيها تحجير الوسع حتى وإن كانت صواب 100%، 100% لا تحجر واسع. لماذا تفرض هذا الخيار وتعتبر الخيار الأوحد دعوة الأنبياء والمرسلين تعبيد للدنيا بدين الله؟ انظر منهم من قتل، أي والله قتل نبي الله يحيى ونبي الله زكريا. إذا الكلمة ممكن تعرض صاحبها لسجن، كما كان الأمر بالنسبة لنبي الله يوسف، أو موقف أو كلمة تعرضك لحبل المشنقة، وهذا هو الذي يفعل في كل العهود وفي كل مكان وزمان، لا داعي للمزايدات. يعني إن كان هناك من بذل للدعوة فهم الدعاء والصالحون، ولله الحمد والمنة، والتعبيد الدنيا والصلاح والنفع البلاد والعباد، الدعاء هنا وهناك ولله الحمد والمنة، بذلوا أرواحهم رخيصة، فلا داعي للمزايدة، لا داعي للمتاجرة. وإلا فالبعض يتكلم وكأن بطح على رأسه، لا 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 داعي مزايدات. الكلمة قد تعرضك لحبل المشنقة، واضح، ما احتمل كلاما كثيرا واستدلالات عديدة. خذ، لماذا قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتك؟ مشى في تظاهرة مثلا نبي الله، النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء من قرية، رفع نبي الله عيسى أرادوا قتله، نبي الله موسى، هات الواحد تلو الآخر، هات صاحب ياسين قتل، انظر أخذوه وقتلوه. لما قتلوه لكونه كان مشى في التظاهرة، كان الخيار الوحيد والخيار الأوحد، درج أعصر إلا من سلاح الإيمان، نطق بكلمة الحق، أخذوه وقتلوه. أصحاب الكهف، عبد الله الغلام، مؤمن آل فرعون، البعض يأبى إلا أن يحجر واسع، ضيق أفق، ضيق صدر غير مقبول، ولذلك لا داعي كما ذكرت وأكرر للمزايدات والنسيان ما تعلمناه بدورنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل تحجير واسع غير مقبول. ما هي الدعوة التي انتهجها الأنبياء ومن تابعهم بإحسان؟ اقرأ من أول صفحة في كتاب الله لما لآخر صفحة، دعوة واضحة. وفي العسر واليسر، ما هو صاحب ياسين أيضا شاهد مسرع المرسلين، تقول فتنة، حدث كبير جدا وضخم، حتكتم صاحب ياسين أمره، هذا حتكتم دع، حيلو الكلام، حيقول لهم النهاردة طبقوا الديمقراطية وغدا حيجهر بكلمة الحق مثلا، لا أبدا. أتى من أقصى المدينة ياسع، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، كلمة واضحة تمام الوضوح، لا لف، وأنا بدوري والله الحمد عشت عمري. ماذا البعض يخلق اضطرار، ما الذي اضطرك، ما الذي اضطرك للتغيير والتبديل؟ ما أنا واقفة في المسجد وفي الكتابة وفي النشرة وفي غير النشرة، أقول كلام واضح، لم أجد نفسي مضطرة لأن أحل الحرام وأن أحرم الحلال وأن أداهن وأن أطالب اليوم بالديمقراطية، وغدا يقولون لي أنت كنت بتلتف شغل نفاق طلبت بالديمقراطية ولما تمكنت طبقت الشريعة، لا، ما أحتاج أنا. لسان واضح من اليوم الأول حتى تفضي الروح إلى بارئها، أتمنى ذلك، ما هو غير، ولو ما الذي اضطر. أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي، ده واقع لابد من ضبطه بشرع الله. وحتى عندما تغيب اللغة الواضحة والمعاني الإيمانية متى تظهر؟ خصوصا إذا كنت تفلسف لأدخل مجلس الشعب، ما تسمع كلمة إسلام ولا دين،
ولا تطبيق شريعة. تسمع الدولة المدنية وتسمع الديمقراطية، وصاحب الحق أو من يتصور منه أن ينطق بكلمة الحق لا ينطق، هو الآخر يجال. دولة مدنية طبقوا الديمقراطية، هذه مصيبة، هذه مصيبة في حد. متى ستنطق بكلمة الإسلام؟ الواحد والله بيقرأ الصفحة الطويلة العريضة يريد أن يقرأ فيها كلمة إسلام، لا يمكن. الله، ده من عشرات السنين الآن، ده لا سنة ولا سنتين ولا حدث ولا حدثين ولا شهر ولا، لا ده من سنين طويلة، وأنت لا تشترك. بينما تهجد الملحد والزنديق والديمقراطي والعلاء ينطق بكل ما هو اليوم هدمة شرسة على المادة الثانية من الدستور، أقيم حائط جدار لمنع تطبيق الشريعة، مشكلة مشكلة. فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هل بمقدور أحد أن يتهم الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بأنهم وقفوا موقف التخاذل تجاه قضايا الأمة وتجاه الأبد؟ أبد. لا تحجر واسعة، لا تحجر واسعة. لما تأتي حتى للشعارات حرية كرامة عزة، البعض يقول لك قسم مشترك، حرية وكرامة وعزة قسم مشترك، إيه القسم المشترك؟ ده المسألة كما الفارق ما بين السماء والأرض. الحرية عند الشيوعي أو عند العلماني أو الديمقراطي تفترق عن الحرية عند المسلم. ديمقراطية دين عند أهله بكل وضوح، عبارة وثن يعبد من دون الله، بقاء واحد يتكلم بلهجة واضحة خير من طوابير طويلة تعطي الطغاة والطواغيت ما يطلبون وما ينشدون. لماذا تتكلم أنت بالديمقراطية؟ اتركها الملحد، تكلم أنت بلغة الإسلام الواضح، تدافع بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة. أنا صاحب منهج أدين به وأتكلم به وأتمنى أن أقبض عليك، أن أقبض علي. فالحرية عند الديمقراطي تفترق عن الحرية عند المسلم باختصار شديد. الحرية عند المسلم أن أطأطئ جبهتي لخالق الأرض والسماوات، تصب في قالب العبودية. انظر عندما نكون عبادة لله كما قرب أي ابن عامر لرستم ملك الفرس أو قائد الفرس، عندما سأل من ابتعثكم قال ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، إلى عدل الإسلام. فالحرية عند المسلم شيء، والحرية عند الديمقراطي شيء آخر. الحرية عند الديمقراطيين وشباب بينادي بالحرية والحرية، ده الحرية ممكن تكون شذوذ جنسي، ما هذه حريات؟ نظام ديمقراطي يبيح الشذوذ الجنسي، يعني بمعنى نكون كقوم لوط الذين دمرهم ربنا تدميرا فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. حرية مرأة تبرج وخلاعة واختلاط، حرية تملك يتملكون بالربا في النظام الديمقراطي، حرية شخصية يزنى به ومن اعترض انطرد بمصطلح الصوفية. انظر حرية رأي، حرية تعبير، يرتد على عاقبه، يكفر بخالق الأرض والسماوات. ما الذي يقر بمثل هذه الحريات؟ وبالتالي أقنع أنا إن واحد بيقول حرية مثلا، يعني لك شأن آخر، لك شأن آخر. وقس على ذلك كرامة وعزة، والله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فهناك فارق كما ذكرنا، والشجاعة لا تنحصر في التظاهرة حتى وإن صحت، لا أبدا، ولا تحجر واسع، ولا تحجر واسع، خيار استراتيجي وخيار وحيد وخيار أوحد. وكيف يتحقق التغيير؟ لدى التغيير ممكن يتحقق والله بدعوة رجل صالح. لماذا تعمها؟ أما قرأتم وحتى النصر والتمكين وغير ذلك من المعاني الطيبة
التي ننشدها من بعض ضاق أفقه ضاق أفقه لا أبدا. نبي الله نوح تحقق فيه نصر الله ووعد الله طبعا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كيف انتظر؟ جيش قدام جيش في التظاهرة خرج أبدا، وما أمن معه إلا قليل، وتحرب أني مغلوب فانتصر. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فتحقق فيه وعد الله ونصر تحقق، وما أمن معه إلا قال على أكثر الأقوال ما أمن معه، يعني كان أكثر الأعداد المذكورة في كتب التفسير ما زادت على المئة، وأمة في المقابل هتدمر هتدمر. كيف دمرت؟ طوفان حياتي، دعوة رجل صالح، دعوة رجل صالح، لا جيش ولا تظاهرة، وما تحجرش واسع، ما تحجرش لا داعي لتحجير الواسع. صاحب ياسين انتصر انتصر رغم انه رجل مغمور، وكان حقا علينا نصر المؤمن. كيف انتصر؟ ثبت في مواجهة أمة، وبعد مسرح المرسلين ما اهتز له قدم. انظر أتى من أقصى المدينة يسعى، ثبات ورسوخ على دين لم يغير لم يبد، لم يقل لهم خليكم في حرية وديمقراطية لا أبدا، قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه. كلمات واضحة تقول كالسيف، كلمات واضحة جدا. أخذوه وقتلوه، تقول انتصروا عليه أبدا، أفضى إلى ربي شهيد. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وحلل أنت إن شئت واذكر إنه مثلوا به وبضعوه وأخرجوا أمعاءه، تدع عندك وفي حساباتك، وإلا فالشهيد ما يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة، تعبير الفرحة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم أنوا على ربه، وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا من منزلين. من اللي انتصر على مين؟ انتصروا على صاحب يسأل، تحقق فيه وعد الله، تمكين يحدث، أي والله نصر يتم، تغيير يتم بدعوة رب، بصلاح أمة، بتعبيد الدنيا، بدعوة وانتهاد لمنهج الأنبياء والمرسلين، مراعاة لوضع الاستضعاف، وضع القوة، وأخذ بالأسباب، وعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، ومراعاة لضوابط إنكار. ما انظر حتى ما الحماسة جميلة، العاطفة الجياشة مطلوبة، ولكن لا يصح أن تغلب الضوابط الشرعية في التغيير وفي الإنكار. يقولون لا يصح أن تغير المنكر بمنكر أكبر، لا يجوز أن تثبت المنكر وتأتي بمنكر آخر وإلا يحكم الإنكار. فانظر في هذه وغيره، أنا ما أقصد حدث بعيني لا أبدا، ولكن اليوم وغدا كن على بصيرة. ما تخطفك الحماسة وأصل الناس بتقول والناس بتعمل ولازم تقول أنت كمان وتعمل، لا طبعا، مسألة ليست كذا، مسألة أنا وأكرر من ممكن. يقولون حتى في عزل الحاكم انظر ضوابط، يأتي ما يستوجب العزل ويكون عندك المقدرة، ممكن أتى ما استوجب العزل وأنا لا قدرة عندي، خلاص الواجبات تسقط بالعزل والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تقول عندنا المقدرة وأتى ما يستوجب العزل. يقول لك انظر نظرة في عواقب الأمور، ما الذي سيحدث وينجر إذا ما قمت بعزله، بمعنى المسألة ليست حماسة، نظر شرعي، نظر شرعي يتقدم، اجتهاد، ما يصلح له واحد لم يقرأ حتى لم يختم المصحف مرة، يصلح
هذا ما يصلح. نحن لا نحجر واسعة، قد يكون التلميذ الذي فاق أستاذه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن كل ذلك لابد من ضبطه بشرع الله جل وعلا، وإلا فهب أنك ستزيل كافرا وتأتي بمن هو أكفر منه. ما الذي فعلت؟ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ما الذي فعلت؟ يعني المفترض أن تقلل الشر والفساد خير، والله لو قلت تقليل الشر خير فعلا، أنت لما تنظر في حدث كالذي في قدر من خير بلا شك، وإلا فشر وفساد وضلال مبين وصد. ونتمنى والله نتمنى الخير لكل من شارك حتى ولو بنية طيبة في تغيير منكر، ولكن ضوابط شرعية نضعها نصب أعيننا لليوم وغدا. وإلا فأنا قد آتي بمن هو أكفر منه. في أحداث تونس لو قرأتم وتابعتم، والرجل زين العابدين، وأنا آسى والله على أن التظاهرة والانتفاضة، طبعا بين تحريق واحد لنفسه أو البعض حيتأسى به ويصبح الانتحار شهادة، وقلب الموازين، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية مشروعة والوسيلة إليه لابد وأن تكون محمودة. عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم الملك والجاه والسلطان ونحو والمال، رفض، ويبقى إلا أن يكون عبد الرسول يدعو ويعبد الدنيا بدين الله. الرجل من أقذر البشر، حاكم تونس، وأنا كنت أتابع يعني، والله الحمد لله أنا سمعت قصص تونس أكثر وأنا في فرنسا، أكثر مما سمعتها وأنا هنا. يعني الواحدة ما تستطيع المشي والسير بمفردها المحجبة، تسير مع والدي، ولا يعملوا لها محضر، محضر يستطيع أن يظهروا شعائر إسلامهم في فرنسا أكثر مما يصنعون في تونس. ما يستطيعون إيقاد الأنوار وقت صلاة الفجر، ما يستطيعون ذلك، يعرضون أنفسهم لأذى ومخاطرة عظيمة، وكأن الواحد ضبط متلبسا بصلاة الفجر. قال والله في فرنسا يستطيع أن يصنع ذلك بكل حرية. فالحاصل انتفضت أمة لما وجدت هذا الكفر. ده كان بورقيبة أستاذ زين العابدين يقول لابد وأن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا التحررية، ونخلصها من قيود الدين. وزين العابدين تربية بورقيبة، تربية، وبورقيبة كان الشيخ ابن باز يكفره، كان الشيخ ابن باز يقول هذا من يقول ولاة الأمر وولاة الأول، فهم ولاة أمر ومدى تنتفي ولاية، وما فيش فهم، شعارات وحماسات فارغة. وإلا فالشيخ ابن باز كان يكفر بورقيبة، حاكم ليبيا، الأسد، صدام حسين، الخميني، أطلق عليه أحد أنه هو من غلاة التكفير وأنه هو خوارج وأنه هو وأبد. فلا داعي المغالطات، ولا داعي للمغالاة. الحاصل الثورة والهبة والانتفاضة حدثت لما غير وبدل في دين الله مساواة المرأة بالرجل، أشياء كثيرة، حتى في الميراث أشياء كثيرة جدا. الإنسان لا يصلي لو صلى إلا في المسجد الذي بجواره. الله، طب الإنسان كان في سفر، كان ما يصليش، لازم في المسجد الذي بجواره. الحاصل انتفضت أمة لما ضيعت شريعة ودين أبدا، ولكن لما جاءت البطون كانت الهبة وكانت الانتفاضة. تقول لا بأس، ما هو الجوع كافر، البعض يعبر وهقول وأشيء مؤلم جدا، وانتهاب ثروات ونحو ذلك، لا بأس، لا نقلل من قيمته. بعد ما حدثت الهبة تقرأ أن 7 وزارات كانت موجودة أثناء زين العابدين اللي تمت توليتها مرة ثانية، والباقين يساريين. الله، شيء صعب ومر. بعد الانتقال من حكم زين العابدين حتنتقل ل7 وزارات كانت بتحكم في أيام زين العابدين،
ولذلك أنا أطلقت التعبير الشهير كان على أيامنا، شالوا ألدو وحطوا شاهين، وحطوا شاهين. فالحاصل إيه اللي عملناه؟ شيء صعب، شيء مقول. بعض يتكلم عن سرقة الثورات ولا تركوا الشباب، ما فيش حد يتكلم مع الشباب. مأساة، مأساة تحتاج إلى ضبط. إنكار المنكر لابد منه وفق الاستطاعة، بحيث يخلفه المعروف، يخلف أو حتى تقلل الشر والفساد، أو تقلل الشر. وشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فتاوى ظهرت، لو كنتم تقرؤون وتطالعون، والبعض سكت دهرا ونطق نطقا يحتاج لوقفة. كثير من أساتذة وشيوخ الأزهر لما ثارت أحداث تونس قالوا يجب الخروج على الحاكم إذا لم يوفر حياة كريمة، يجب الخروج على الحاكم إذا ظهر الفساد. الله، فتاوى صعبة جدا على ألسنة لم يعهد عليها من قبل الكلام بمثل هذه الكلمات، وخصوصا أحداث لا تقف على تونس، لا، البلدان، كل البلدان مرشحة بصورة أو بأخرى، والحياة الكريمة التي ينشدها البعض أو تكلم بها كضابط، ده الحياة الكريمة متفاوت. كنا في كلية الطب يدرسون أن الحياة الكريمة بالنسبة للطبيب أو الطبيب يساوي 5 عين. شفت التعبير ده؟ ده تعبير محفوظ عند طالبة الطب مش عند الأطباء بعد التخرج. 5 عين، يقول عروسة وعيادة وعزبة وعزبة، انظر عربية، ويعدل لك على أصابع الله. يعني عند الطبيب 5 عين هي الحياة الكريمة. طب لو لم يتحصل على العربية يبقى ده ما بيعيش حياة كريمة. إيه رأيك على فتوى الأساتذة هؤلاء يعمل انقلاب، يجب الخروج على الحاكم؟ كلام على عواهين يرسل، لا ضابط ولا رابط، ولا رابط. لا، لو رجعت الكلمات أهل العلم كلمات منضبطة. في حديث عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم إلا أن تروا كفرا بواح. ولهنا يأتي ما يستوجب الخروج عليه، كأن يكفر بالله جل وعلا، وتكون عندنا المقدرة، إذ الواجبات تسقط بالعذر، والعجز وعدم الاستطاعة قد يكفر أو يأتي ما يستوجب العزل، ولكن لا مقدرة عندنا يسقط الوجوب. تجد البعض في البداية قراره الامتناع من التظاهرات، تقول لا بأس، فليختر لنفسه ما شاء، بعد ذلك يصرح هنخرج فرادة، تقول لا بأس يخرج فرادة، بعد ذلك تأتي خطوة أخرى هنخرج جماعة وهذا قرار الجماعة، تقول لا بأس اختر لنفسك، لا ده بعد ذلك لن يخف عند حد، يجب على الأمة. الله، انت انتقلت انتقالة من وراء انتقالة، ده حتى صعب عسير في العرض والطرح، ان كل ما تسلك مسلكا لابد أن تجرجل الأمة خلفك ووراءك. نفس القضية في مجلس الشعب، امتناع في البداية ولا ربما تحريم، تحريم الدخول لأن مجلس الشعب فيه وفيه، تقول لا بأس اختيار واجتهاد، بعد ذلك إن دخل هو إن لم توافقه صرت فارا من الزحف. أنا ده فرار من الزحف، لابد أن أدخل مجلس الشعب أنا خلفك ووراءك، ويجب علي الدخول تبعا لك. ده هذه لعبة ينأى الصغار حتى بأنفسهم عنها وعن التكلم بها. اختر نفسك، اختر، وأنا أرجو لك الخير والصلاح، والله أرجو لك كل توفيق كل تسديد، أن تسد ثغرة، أن تقيم واجبا،
ولكن كما ذكرنا المسألة وإلا فمسجد ما الذي يقوم بشأنه لو كان الكل مستنفر لدخول مجلس الشعب؟ اليوم حتى ما تعالى سمعتم عن تدخل الأجنبي والأمة مرشحة؟ واحتمال احتمال البعض يقول لك ده احتمال ضعيف إن أمريكان وغير أمريكان يتدخلوا في شؤون البلاد والعباد واحتلال وما احتلال، اعتبر احتمال، تأهب له، استعد له. ما الذي يتأهب لمثل ذلك؟ لو استنفرت الأمة أنت في التظاهرة بل بتسمع مراكب وغير مراكب ونحو، وهذا كله مستوعب واعتبره كما ذكرت لك احتمال 1%، لا أقول 10، لا أقول 50%، وإلا فكيف تنفي أنت ما قاله رب العزة جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا ينبئك مثل خبير. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وأنت تسمع التدخلات ولهذا لابد من رحيل ولابد من كذا ولابد من كذا وتفاوضات وكلام مع الدبلوماسيين، ما شأنهم؟ هذا هو شأنهم. انظر تدخلات سافرة وواضحة، يخشى أن يحدث مع الأمة مثل ما حدث مع العراق كما ذكرت، اعتبره احتمال 1%، لا أقول احتمال 100%، احتمال ضعيف، لكن تهاب، خذوا حذراكم، خذوا حذراء، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. لا داعي كما ذكرت أنا لتحجير الوسع، لابد من شمولية نظرة، لابد من سعة أفق، لابد وأن نرتفع لمستوى إسلامنا، لمستوى ديننا، لابد من استصحاب للسنن الشرعية وللسنن الكونية، وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وإلا فما حدث في العراق والمخططات كثيرة والأمة مستهدفة من قبل طوائف كثيرة. تسمعون عن تسلل شيعة وغير شيعة كل يوم، ده أنت تسمع عن عشرات الأخبار، أنا لا أحكي أسرارا الآن، لا أبدا، الأمة مستهدفة من قبل طوائف كثيرة، حشود إسرائيلية سمعتم عنها، مخاطر بتحيق بالأمة، فلابد كما ذكرنا من شمولية نظر، سعة أفق، كل واحد يسد ثغرة، كل واحد يقيم واجبا، كل واحد يرتفع أنا ولا أحقر من المعروف شيئا، لربما لو قام إنسان وأخذ بأسباب إجابة الدعاء ودعا ينصالح حل البلاد والعباد. لماذا تحجر الواسع؟ محمد بن واسع كان إذا ما رفع أصبعه في الغزو استبشر القاتل لأنه كان مجاب الدعاء. النصر يتحقق بدعوة رجل صالح، أي والله، بعيدا عن الاستراتيجيات والكلام الكبير والجيوش الجرارة ونحو ذلك، ممكن دعوة رجل صالح. خذ بالأسباب، ما أقول لك اترك الاستراتيجية والجيش الكبير والإعداد والسلاح لا ما أقول لك ذلك، ولكن لا تحجر واسع، ممكن النصر يتحقق بدعوة سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، فلان كذا كذا، كل أبو مسلم، كلهم كان مجاب الدعوة. العلاء بن الحضرمي كان مجاب الدعوة، يدعو ينتصرون ببركة دعائه، ببركة لا بالجيش الجرار ولا بغير ذلك، واحد حيعلم الناس ما جهلوه، ما حتى لو كان جهاد، لو قلنا دي التظاهرة جهاد، والله دي حتى الجهاد الواضح اللي اتضح سبيله وصراطه، لا شعارات ممخرقة ولا غير ذلك، ولا اختلاط شباب بفتيات لا أبدا، ولا رقص ولا غناء، لا ده حتى الجهاد الواضح تجد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فطائفة تقعد لا تتهم بالخزلان ولا بالتخزين ولا بالجبن، تقعد تعلم الناس ما جهلوهم من دين الله. واحدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بيعمل بطاعة الوقت، بيمكث في مسجد، حتى ما أتهم أنا لا بجبن ولا، وإلا فمن الذي يقيم الشعائر والشرائع هنا؟ من الذي يعلم الناس؟ من الذي يخطو في الناس ويعطي الدرس ويؤذن في الناس ويفتح لهم المسجد ويغلق المسجد؟ طاع وقربة، والعمل بطاعة الوقت طاع وقربة لله تبارك وتعالى. فليس لنا أن نحقر من المعروف شيء، وليس لنا أن نحجر
واسع، وعلينا أن نجتهد جميعا في طاعة الله، القنوت في الصلوات الخمس، منع التخريب ونحو ذلك، وإهانة البلاد والعباد، عدم نشر الشائعات والأراجيف وصور التخذيل. والله رحيل رئيس ولا غير رئيس، ما هو ده ظلم ظلمات، ولا حيق المكر سيء إلا بأهله، وتدبيرهم تدميرهم، وكيدهم يرتد إلى نحورهم إن حادوا عن منهج الله وعملوا بغير شرع الله. مسألة وقت، مسألة وقت، والهلك والدمار ما يحتمل حتى تظاهرة، وإلا فربنا تبارك وتعالى أهلك النمروز بالبعوضة، بعوضة فرعون لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها ربنا من فوق رأسه جزاء وفاق، ومات يوم مات وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل لا، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وعلى مستوى الأمم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ لمسألة وقت، إرم ذات العماد والسنة قد تكون أطول من عمرك، بمعنى تولد وتعاين الظلم قد لا ينتهي أثناء حياتك بعد مماتك. لا تحجر أيضا واسع تمكين يا سمية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا ألا ياسر، فإنما وممكن تكون نصيحة في وقت من الأوقات ولا تستغرب أبدا، صبرا ألا ياسر فإن موعدكم جان، شهدوا تمكينا أبدا وانتقلوا إلى ربهم هي وزوجه، أليس كذلك؟ فرطوا، ماتوا منقوص الأجر والثواب، أبدا أبدا، تمكين محبوفات وتوفيق من الله، كما ذكرنا على الباقي تدور الدوائر، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. وانظر إن ربك لبالمرصاد، أي والله آية آية، أنتم بتعيشوا في فترة وفي حقبة مليئة بالدروس، مليئة بالعظات وبالعبر، تدعو كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن ينيب إلى الله، أن يحرص على طاعة الله، فاستقيموا يرحمكم الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله تبارك وتعالى شيخنا خير الجزاء، وكان من أهم يعني ما ركز عليه شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى يعني في هذه الكلمة المباركة، أنه بين يعني خطورة دعوة المظلوم، وأن ما حل بهذه البلاد ربما يكون بسبب يعني دعوة مظلوم، وبين خطورة الذنوب والمعاصي، وأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذا يجب علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب أفضل جيل وأفضل خلق بعد أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، خاطب الصحابة وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وبين شيخنا أهمية الدعاء، وأنه يجب علينا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى لا سيما في هذه المحنة، وندعو الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار وفي الصلوات وفي السجدات نلجأ إلى ربنا تبارك وتعالى. وبين شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى أهمية دعوة الأنبياء والمرسلين، وأنه يجب علينا أن نتعرف كيف بدأ أنبياء الله عز وجل ورسله دعوتهم، حتى نبين المخالفات الكثيرة التي وقعت فيها الجماهير بسبب أنهم تركوا هذه الدعوة المباركة وهذا المنهج الرباني الذي سار عليه أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه. وبين شيخنا أيضا أهمية النية،
وأن نية المرء أبلغ من عمله، ولكن كم من مريد للخير لم يدرك لأنه لم يتخذ السبل والوسائل المشروعة، فلذلك لم يدرك هذا الخير. وبين شيخنا بذكره لبعض المآسي التي تحدث في مثل هذه المظاهرات والاعتصامات، وبين لنا يعني مفهوم تحقيق التغيير، وأن التغيير لم يقتصر على توظيف العاطل ولا على رفع المرتبات ولا على توفير رغيف الخبز، وإنما المفهوم إنما هو أكبر من ذلك بكثير. وبين لنا ضوابط الخروج على الحكام، كان هذا يعني أهم ما جاء في كلمة شيخنا، ويعني حتى لا أطيل أترك المجال لشيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب، فليتفضل مشكورا جزاه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، إخواتي وأحباتي في الله، نحن نمر بمرحلة كثيرا ما كنا نتكلم عنها، ونحذر إخواننا في الدروس والمحاضرات والمجالس العامة والخاصة أن هناك أمرا جللا سيصيب بلادنا، وليس ذلك رجما بالغيب ولا إنباء عن أمر نحن نجهله، وإنما كان ذلك مبنيا على مؤشرات ودلالات لابد أن تعتبر، لأن المسلم البصير كما أنه يفهم واقعه فإنه يستشرف مستقبله، والناس في منتهى غفلتهم يتمزقون ويتنازعون وتفرقهم كلمة ولا تجمعهم قضية، وبات الاتجاه السلفي في بلادنا شذر مذر، تجد النزاع والشقاق والتنافر ومحاولات رأب الصدع دائما تكون في الخانة التي يمكن أن نشير إليها بالرقم صفر. وحدث ما كان الخطر أو ما كنا نحذر منه من خطر، حدث ذلك الأمر وعاينه الناس، ودائما ليس الخبر كالمعاين، وليس الشيء المنظور كالشيء المرئي. ولا أريد أن أطيل، ولكن سأركز كلامي في عدة نقاط، في خمس نقاط محددة. النقطة الأولى الحدث، وأرجو الإخوان أن يكتبوا الملاحظات وأن يدونوها، وألا يكونوا كحالهم وسالف عهدهم أنهم يسمعون ويتفرجون. يعني الناس تتغير والناس تتقدم، ولابد للسلفيين أن يتغيروا في أفهامهم وتصوراتهم، وأن تكون لهم رؤية. وشيء يسير من التغيير أننا لابد أن ننقلب إلى مشاركين فاعلين لا متفرجين سامعين، فالإخوة الذين أمام لابد أن تكون معهم أوراق وأقلام يدونون الملاحظات، ولابد أن يكون الكلام مركزا في نقاط. والطريقة العلمية الصحيحة أن تكون الكلمة مجملة مركزة ثم يفتح حوار، لكن هذا الأمر لن أستطيعه لأن هناك ارتباطات لابد أن أقوم بها. النقطة الأولى الحدث. النقطة الثانية تحليل الحدث. النقطة الثالثة الموقف السلفي من الحدث. النقطة الرابعة من نحن وماذا نريد. النقطة الخامسة المطلوب. أظن أن هذه النقاط هي النقاط التي تشغل بال كل أخ بصير. لكن قبل أن أخوض هذه النقاط
لابد الإخوان أن يتذكروا أن الله تعالى مع كل صادق عابد الله. الأمر الثاني أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. الأمر الثالث أن الأعمال إنما هي بخواتيمها، فإذا كان ذلك في باب الأجر فكذلك في باب الحدث، فإن الحدث لا يمكن أن يقوم بطريقة علمية صحيحة إلا إذا نظرنا إلى نتائجه، فإن الشيء لا يكون بنقص البداية وإنما يكون بتمام وكمال النهاية. الأمر الذي بعد ذلك أن الأحكام في الفتن ليست أحكام معيارية، وإنما هي فتاوى مرنة تختلف باختلاف الأوقات والأمكنة والأزمنة والأحوال والأعيان. الأمر الذي بعد ذلك أن الأحكام في أوقات الفتن والمحن أحكام تجرى على الواقع ومبناها على عدة أمور، أهمها اعتبار المصالح والمفاسد. أما الحدث فهذه قصة طويلة جدا، قصة طويلة جدا، وفكرتها منذ أكثر من 150 سنة، فكرتها منذ أكثر من 150 سنة، ولكن تم تفعيلها بطريقة مباشرة منذ 10 سنوات، وهذه السياسة التي سموها بالفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة، فعلوا هذه السياسة فقامت الثورة الفرنسية الكبرى والثورة البلشفية وثورة الجمهورية في بريطانيا، وفعلوها في الحرب الأسبانية الفرنسية، حرب السنين السبعة، ثم بعد ذلك فعلوها في العصر الحديث في أوروبا الشرقية حيث تحطم سور برلين وصارت أوروبا تخضع للهيمنة الأمريكية والتوجهات الحضارية الغربية. وعندما أتوا إلى بلادنا بعددهم وعدتهم وقعوا في مستنقع عظيم جدا. لكم أن تعلموا أن أعظم دولة تعاني من البطالة هي أمريكا، وأن هناك ولايات أمريكية تطالب بالانفصال عن الاتحاد الأمريكي. لما تعانيه من البطالة؟ بسبب الأزمة الأفغانية والأزمة العراقية، تريليونات الدولارات أنفقتها الإدارة الأمريكية في الحروب المباشرة مع المسلمين، ظنوا أن المسلمين أمة عاجزة وقطيع يمكن أن يساق بأقل شيء. فكانت المفاجأة المدهشة مع استعداداتهم الجبارة المخابراتية والعسكرية والضغط الاقتصادي والمعنوي والنفسي والإعلامي، أنهم وقعوا في مستنقع خطير في العراق ثم أفغانستان، أضاعوا المليارات بل التريليونات، واضطرب الاقتصاد الأمريكي، ووصل العجز إلى حد لم تصل إليه الأمريكا من قبل، ونادى المصلحون الأمريكان بضرورة أن تجر أمريكا جيوشها إلى الداخل، ونادوا بضرورة أن ترتب الإدارة الأمريكية أوراقها بطريقة صحيحة. هؤلاء القوم ليسوا كمثلنا أبدا، ولكن عندهم مراكز استراتيجية علمية منهجية تقوم بدراسة كل صغير قبل كل كبير، ثم بعد ذلك تدفع هذه الدراسات إلى مراكز تحليل، ثم تدفع بعد ذلك إلى صانعي القرار. إذن عندما يتحركون في أي اتجاه ليس تحركا اعتباطيا ولا عشوائيا، بل هو تحرك علمي دقيق. فانتهوا باطمئنان إلى أنه لا يمكن مواجهة العالم الإسلامي عسكريا، وأن أي مواجهة عسكرية لفرض الهيمنة الغربية على دول العالم الإسلامي ستبوء بالفشل. ومن هنا
كان لابد من تغيير الأنظمة الموجودة، ولا أقول الأنظمة باعتبار النظام، ولكن تغيير البنية الفكرية والدينية والثقافية والاجتماعية لدول العالم الإسلامي بأقل الخسائر الممكنة. في الوقت الذي أنفقوا فيه تريليونات الدولارات في أفغانستان وفي العراق، أمريكا استطاعت أن تسقط نظام أوكرانيا بحوالي من 500 مليون دولار، وصارت أوكرانيا تابعة وحليفة للولايات الأمريكية. قالوا ما الضير أن نطبق ذلك وهناك دول مرشحة لهذا الأمر؟ هذه الدول هي مصر والسعودية واليمن والأردن ولبنان وسوريا، ست دول عربية مرشحة لأن يحدث فيها كما حدث في مصر. مسألة تونس هذه مسألة لم يكن مخطط لها، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنها تسير على النسق الغربي كما يحبون، ولذلك جرى الحدث فيها بطريقة مدهشة وهذه قضية أخرى. أخطر هذه الدول هي مصر، ولذلك لابد من إحداث الفوضى الخلاقة في مصر من أجل تغيير صورة هذا البلد. هذا البلد لابد أن تتغير صورته وأن يكون تابعا حقيرا للحضارة الغربية. إنهم اجتهدوا في تدمير مصر عقائديا وأخلاقيا وثقافيا ومعنويا واقتصاديا على مدار أكثر من 150 سنة، لكن ما استطاعوا أن يؤثروا في شيء، بل بالعكس وجدوا اللحى تزداد، وجدوا النقاب يزداد، وجدوا المساجد تمتلئ بالناس. المعلومات المخابراتية تقول إننا نجن من شعب مصر، الشعب هذا يعني نقهره ونمارس عليه أقسى وأشد أنواع الذل والضغط، إلا أنه شعب أبي صابر وشعب دين مستمسك بدينه. فتم تغيير المناهج التعليمية، وتم تغيير منظومة الإعلام، وتم التضييق على الدعاة، وتم إلصاق التهم بالمسلمين الشرفاء، وفتحت سجون، وطهد أناس، وحورب دين الله عز وجل، وفي المقابل فتح المجال للعلمانيين يعيثون في الأرض فسادا، تارة ينكرون السنة، وتارة يسبون الصحابة، وتارة يفتحون الصدر للرافضة ليخوضوا في ديارنا ومقدراتنا أمور كثيرة. فلا يتبوأ المنصب إلا عدو للإسلام، صديق أبوه مدير عام مرشح كي يكون وكيل وزارة. الآيات القرآنية التي كانت موجودة في المكتب اشتلها، حتى التقارير ترفع بأنه مواطن صالح. صار الصلاح عند هؤلاء الفاسدين يعني الانسلاخ عن دين الله عز وجل. عندما وصلنا إلى هذه النقطة تم تفعيل النت وغرف المحادثات وتوجيه الشباب، بطريقة الثورة ليس بطريقة الإنتاج والتفعيل. وبالفعل ظهرت حركات، هذه الحركات لم تخرج من رحم الإسلام ولكنها خرجت من رحم العلمانية والتوجهات الموالية للغرب. 25 إبريل، 1 فبراير، 11 ديسمبر، و3 مايو، و10 أكتوبر، كل شهر ظهرت فيه حركة. كثرة الحركات وكثرة المطالبات. لماذا لم تقم الأمة عندما خطفت أخواتنا من قبل الكنيسة؟ وإلى هذه اللحظة إن المسلمات اللائي خطفن في الكنائس لم يظهرن إلى هذه اللحظة. لماذا
لم يغضب الناس. لماذا؟ إن جيشا عرمرما تحرك من بغداد إلى عمورية وحارب الروم وكسرهم ليحرر امرأة مسلمة، جيش الدولة كلها تحركت من أجل تحرير امرأة مسلمة، فلماذا لم تتحرك الأمة لتحريك المسلمات الأسيرات في أقبية الكنائس؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم تتحرك الأمة للذود عن حياض عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لماذا لم تتحرك الأمة لتملأ الشوارع وتنادي بتعظيم الصحابة وتحكيم شرع الله عز وجل؟ لماذا؟ لماذا؟ بل إن المطروح الآن الهلال والصليب وحفلات الرقص والدنس، وإذا نظرت إلى المجموعة التي تحاور من أجل إملاء مطالب المستقبل مجموعة من الشباب، سبحان الله، من هؤلاء؟ ومن أين سقطوا علينا؟ ومن أين سقطوا علينا؟ ما هي تجاربهم في الحياة؟ ماذا قدموا؟ ماذا فعلوا؟ ما هي الأجندة كما يقولون؟ ولتحفظ على ذلك، ما هي المطالب؟ المطالب تغيير الدستور، المواطنة، أن يكون المصدر والمرجع هو مصر ليس الشريعة الإسلامية. مسائل خطيرة جدا، مسائل خطيرة جدا جدا. طبعا هناك يعني أحزاب ركبت هذه الموجة، ولكن يقينا هناك أيدي خفية تمسك بخطوط أو خيوط هذا المشهد في الاتجاه المعادي للإسلام. عندما أردنا أن نكتب بيانا، بعض المشايخ قال لا نريد أن نذكر كلمة الإسلام في البيان حتى لا نثير الناس. تعجبت، كلمة الإسلام لا تذكر حتى لا يثار الناس، الناس لا يريدون كلمة الإسلام. في الحقيقة أننا مكثنا مدة طويلة من الزمن لم نقدم إسلاما يحبه ربنا تعالى ويرضاه. الإسلام الذي قدمناه هو الدرس والخطبة، الدرس والخطبة، لكن لم ننزل إلى هموم الناس، ولم نحاول أن نتقي الله تعالى في الخلق، وهذا الكلام سأذكره الآن. إذن هاتان نقطتان، النقطة الحدث وتحليل الحدث. النقطة الثالثة، الموقف السلفي في الحدث. هناك أحزاب وهناك اتجاهات دعوية موجودة في الواقع، وكلها اتجاهات مضطربة مختلفة، والأحزاب هؤلاء حددوا وجهتهم أنهم في اتجاه واحد لا يقبلوا الاختلاف فيه، إنهم أعداء الإسلام في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. ليس عندهم مانع أن يبيعوا الإسلام من أجل تحقيق المكاسب. أما اتجاهات الدعوة فلا أطعن في نيتها، ولكن هم مختلفون في كثير من المسائل، وحزمة المطالب غير موحدة وغير موجهة في الاتجاه الصحيح. والكل في الحقيقة ينظر إلى موقف الاتجاه السلفي. لماذا؟ الاتجاه السلفي يمثل كتلة بشرية خطيرة في مصر، كتلة خطيرة بشرية في مصر. يمكن أن أقول لكم إن عدد الشباب السلفي في مصر يكسر 3 مليون شاب، أكثر من 3 مليون شاب سلفي في مصر. ولك أن تعلم ذلك بشيء يسير، انظر المواقع وانظر عدد الزوار واقسم، واقسم عدد الزوار على عدد المواقع يعطيك رقما هائلا. إذا نحن نملك على الأرض حصيلة بشرية عدة ملايين من الشباب، عدة ملايين من الشباب نملكهم، ونستطيع إذا وجدت القيادة القوية الحكيمة أن تحرك هذا الشارع الخطير، لا لمطالب دنيوية حقيرة، ولكن لتكون مصر لأول مرة في التاريخ منذ قرون دولة إسلامية ترفع راية الإسلام
وتجعل ولاءها وبراءها في سبيل الله لأول مرة منذ قرون. ده أولا. ثانيا، الاتجاه السلفي هو الاتجاه الذي يمثل المنهجية العلمية، الذي يمثل المنهجية العلمية، فلا تحرك إلا بمنهجية لا باعتباطية ولا غوغائية. ده أمر ثاني. الأمر الثالث وأمر مهم جدا، يملك رصيد هائل من المشايخ وطلبة العلم المتقدمين الذين يمكن أن يمثلوا في وقت الأزمة أئمة هدى بما لديهم من رصيدين، رصيد علمي ورصيد الخبرة الهائلة. الأمر الذي بعد ذلك، إمكانيات مادية يمكن أن تعين على تحقيق المطلوب. لا أقول بأنهم أصحاب ملايين، أفقر اتجاه موجود في مصر هو الاتجاه السلفي، أفقر اتجاه ديني موجود في مصر هو الاتجاه السلفي. يعني لو قلنا نريد أن احنا نعمل مشروع جمع الطماطم وتوزيع الطماطم سنفشل، لأن احنا ليس عندنا إمكانيات مادية. أفقر اتجاه موجود في مصر هو الاتجاه السلفي، ولذلك لا يمكن أن يوصم هذا الاتجاه بالعمالة، أو أن يوصف بأن له توجهات خارجية يستفيد منها بتحقيق مكاسب مادية. لا يمكن ذلك الأمر، لا يمكن ذلك الأمر. الأمر الأخير، أن ذلك الاتجاه عنده من المرونة والسرعة للاتصال بالخارج ما لا يمكن أن يتصور، لسيما في ظل وجود النت والمحمولات ووسائل الاتصال الحديث. إذن هذه خمس مقومات تجعل من ذلك الاتجاه أخطر اتجاه موجود في مصر. قرأت منذ أكثر من 10 سنوات مقالة خطيرة لفهم هويدي، تكلم فيها، كان أيامها الجماعة الإسلامية والجهاد والضرب والرعي في مصر، قال بأن أخطر اتجاه موجود في مصر هو الاتجاه السلفي، إنه الحصان الأسود الذي سيكسب في الرهان. أقرأ ذلك وأعلم ذلك ثم أنظر إلى الواقع فأجد إخواني مختلفين لا يجتمعون مع أنهم أقوياء، فأحزن حزنا شديدا. ولو أستطيع أن أصرخ بكل صوتي وأخرج كل دمي ليصدقوني بأن هناك أمرا جللا لفعلت، ولكن لا أملك إلا التحذير والكلام. وبالتالي الكل يتربص، يا ترى ما هو الموقف السلفي؟ الموقف السلفي لا يعكس مدرسة الإسكندرية، إن هذا الأمر يكون من الخطورة بمكان أن نظن أن السلفية هي الإسكندرية فقط. لا، الموقف السلفي يعكس المنهج السلفي المنتشر في الإسكندرية والقاهرة والمنصورة ودمياط وكفر الشيخ، إن المنهج السلفي يشمل كثيرا من الناس ويحوي كثيرا من الناس ويحوي كثيرا من الناس. أما النظرة الضيقة ألا نجعل إلا مدخلا واحدا وألا نرى إلا من خلال مدخل واحد، هذا الأمر سيسبب إشكالات لا سيما في وقت الأزمة، سيجعلنا متفرقين في وقت الأزمة. لابد أن نعلن المنهج السلفي لا مدرسة بعينها، هذا خطأ كبار لا سيما في وقت الأزمة. لابد أن نعلن الدعوة السلفية أو المنهج السلفي، هذا حسن، دون أن نقيدها بمكان، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى مشاكل خطيرة، وصدقوني سيؤدي إلى مشاكل خطيرة. المنهج السلفي بهذه المرونة يستوعب الملايين، يستوعب الملايين، وهناك في صفنا ملايين من المؤيدين. إذا كنا 3 ملايين شاب سلفي، فإن هناك أكثر من 30 مليون ستكون أيديهم في أيدينا إذا أوضحنا دين الله تعالى بطريقة صحيحة، ليس بطريقة منبرية ولا بطريقة الكلام الذي يدفع بعضه بعضا. طبعا أنا مرتبط بوقت أحدده بإذن الله تعالى. الموقف السلبي باختصار،
شديد جدا أن هناك بعض المسائل فيها نزاع، مسائل بسيطة. يعني إذا قلنا أن هناك 10 نقاط فهناك اتفاق في 9 نقاط، وهناك مسألة واحدة فقط فيها نزاع، وهذه تعتبر نتيجة إيجابية لأول مرة في الاتجاه السلفي في مصر. إذا عندنا 9 من 10 اتفاق ونقطة واحدة، النقطة الواحدة هي مسألة المظاهرات، وما وراءها هناك اتفاق، لأن مسألة المظاهرات مؤسسة على تصور أعمق، وهذه مسألة لا أريد أن أناقشها. فإذا كنا متفقين في 9 نقاط من 10 نقاط فدعي المسألة المختلف فيها ونتفق في 9 نقاط المتبقية، نتفق في 9 نقاط المتبقية. ومجمل هذا الموقف السلفي أنه لابد من إيجاد قيادة واحدة حكيمة لإدارة الأزمة. الأمر الثاني أنه لابد من التنسيق العالي بين أبناء الدعوة السلفية للوصول إلى شكل واضح صحيح بمقتضاه يمكن أن نعبر من هذه الأزمة بأكبر قدر ممكن من المكاسب لصالح الدين. نحن لا نريد مكاسب لأنفسنا، لا نريد لا وزارة ولا حكم. يعني لو قلنا خذهم اقعدوا في قصر عابدين هنقولهم مش عاوزين، مش عاوزين، لا نريد، لا نريد حكما ولا نريد وزارة، وإنما نريد أمرين: الأول نصح الأمة، الثاني صلاح الأمة. نريد أمة عظيمة، نريد شعبا عظيما، ولكن تحت ظلال الدين لا تحت ظلال العلمانية. إذن قيادة، التنسيق الإيجابي المثمر الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه لابد من إيجاد رؤية واضحة للمستقبل، للمستقبل من خلال لجان دقيقة متخصصة. نمرة 3. نمرة 4 لابد من إبراز من نحن وماذا نريد، وهذه النقطة التي تكلم فيها بعد الآن. هناك أشياء، وأثمر هذا الحوار وهذا الاتصال وهذا التنسيق بعد عدة أيام من الأزمة في تكوين لجنة شرعية لرعاية الحقوق والواجبات، شملت جمهرة من أهل العلم في مصر. وهذا لأول مرة أقول منذ 10 سنين. وهذه اللجنة ستنعقد خلال ساعات، خلال 48 ساعة إن شاء الله، لمواصلة الدراسة والبث في كثير من المسائل. من يدري، لعل في ذلك يكون خيرا. وهناك مقترحات ستطرح على هذه اللجنة، وكل الخيارات واردة. هذه اللجنة تشمل معظم الأطياف السلفية الموجودة على الساحة، تشمل المشايخ في اسكندرية، تشمل في المنصورة، في القاهرة، تشمل هنا وهناك، حتى بعض الناس المختلفين معهم في بعض النقاط، في بعض النقاط تجاوزنا هذه النقاط للاتفاق على ما وراءها من نقاط. هناك نقطة وهي من نحن وماذا نريد. باختصار شديد، نحن مسلمون، نحن مسلمون نحب أمرين: نحب الدين، اثنين نحب الوطن. وعندما أقول الوطن لا أقصد مصر بالذات، ولكن كل مكان وطأت فيه أرجل المسلمين فهي من جملة وطن الإسلام. فوطني هو الوطن الكبير، أما مصر هو الوطن الصغير. إذا نحن نحب الوطن الكبير، كل مكان تواجد فيه مسلمون نحن نحبه، أما الوطن الصغير فهو مصر. فإذا كنا الآن في مصر ونتحرك في دائرة البلد، فإنه جزئيا ووقتيا يكون الكلام عن مصر. إذا نحن نحب الدين، اثنين نحن نحب مصر، وبالتالي نحن نريد أمرين: نمرة 1 إظهار الدين، اثنين مصلحة البلاد، ليس هناك ثالث. إذا نحن نريد إظهار الدين، إظهار الدين بكل صور الإظهار،
لا نريد تمييع الدين ولا تنحية الدين، لا نريد ضبابية في مسألة الدين، هذه مسألة مفاصلة، ولا نقبل الحوار في مسألة إعلاء الدين. فلا نقبل مثلا أن يكون الرئيس غير مسلم دونها خرط القتاد، ولا نقبل أن يعدل الدستور لغير مصلحة الإسلام فدون ذلك خرط القتاد. نحن نقبل مثلا تغيير المواد المتعلقة بالانتخابات، نقبلها. نقبل إلغاء قانون الطوارئ، نقبل إلغاء بعض المواد المتعلقة بالتوريث، نقبل ذلك الأمر. أيضا عندنا مجموعة من المطالب، هذه المطالب مكتوبة، مكتوبة كالإفراج عن المعتقلين، وهناك 7 حقوق لابد للناس أن يتمتعوا بها. وقلت من قبل في أكثر من مجمع أن هناك فارقا بين الحقوق والمكاسب، عندما تتنفس هذا حقك، هذا حقك، لكن عندما أمنع زجاجة العصير وأسعى لتحصيلها إذن هذا مكسب، لأن هذا أمر زائد على الحق. فحقك أن يكون لك مسكن، وأن تلبس، وأن تأكل، وأن تعالج، وأن تتزوج، وأن تعمل، وأن تعمل، إذن هذه حقوق. كل مواطن لابد أن يكون له حق في المسكن والمأكل والمشرب والتعليم والدواء والعمل والزواج، 7 حقوق نحن نؤكد عليها. الأمر الذي بعد ذلك، نحن نريد مصلحة الوطن، فلابد من إلغاء الضرائب كلها لأنها مكوس، والمكوس عندنا في شرع الله حرام. وأن الوقت لا أن نتهرب من الضرائب، ولكن تلغى الضرائب، ضرائب المية والكهرباء وضرائب العجل والمرور والشوارع والبناء، كل هذه الضرائب لابد أن تلغى، لأنها ظلم والله تعالى يحب الظلم، وفساد والله تعالى يحب الفساد. إذن هذا ما نريده، لا نريد ديمقراطية ولا ليبرالية، لا نريد نزوات ولا أهواء، وإنما نريد إظهار الدين. فكل شيء يخالف الدين لابد أن نطالب بإلغائه. مسألة المواطنة غير صحيحة، غير صحيحة، ولابد أن تلغى من الحسابات. مسألة الارتباط بالفلك الأمريكي لابد أن يقف، ومن هنا لابد أن نعيد النظر في بعض الاتفاقات المحلية والإقليمية والدولية، اتفاق زي الكويز لابد أن يلغى، ولابد أن ننظر في المنتج وأن نحرره من القيد الإسرائيلي. اتفاقية الغاز بيننا وبين اليهود لابد أن تلغى، لا يمكن أن يباع الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر الذي يأخذه المواطن المسكين، لا يمكن أبدا أن يكون اليهودي أفضل على المصري المسلم المطحون، هذا لا تقبله الدعوة السلفية أبدا. فالاتفاقيات التي تمثل انتهاكا صريحا لجناب الدين أو طعنا صراحا في رعاية ذلك الوطن لابد أن يعاد النظر فيها من جديد. كل المآخذ الشرعية على مسائل التعليم والثقافة لابد أن تلغى، الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحف المجرمة التي تعيث في الأرض فسادا، لابد أن يكون عندنا تصور في كيفية التعامل مع هذه. إذن هذا نحن، هذا نحن، نحن لا نريد سلطانا، لا نريد رئاسة، لا نريد حكما، ولكن نريد إسلاما ينعم الناس في ظلاله بالحياة الحرة الكريمة، ليبقى دين الله تعالى قويا عزيزا. وهذا هو المطلوب الذي نريده إخوتي. إذن هذا المطلوب الذي نؤكد عليه، والمطلوب الذي نحرص عليه، والمطلوب الذي ننادي به، والمطلوب الذي إذا لم يحدث خسرت مصر كثيرا وخسرت الدعوة كثيرا. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجمع قلوبنا على الخير والبر والتقوى، وأن يبارك في شباب المسلمين وفي أولاد المسلمين،
وفي رجال المسلمين وفي نساء المسلمين، وأن يجمع قلبنا على إظهار الدين ورفعة ذلك الوطن الأمين. نسأل الله تعالى أن يصرف عن بلدنا الوباء والغلاء والفتن والشقاء، وأن يجعل بلادنا رخاء سخاء وجميع بلاد المسلمين. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسامحوني لأنها سأسأل الآن إن شاء الله.